حق العمال بالتجمع لاكتساب نقابتهم والدفاع عن حقوقهم، هيدي خط احمر. اعتصم اليوم عمال سابقين من سبينس ليستكملوا واحدة من اهم واطول المعارك العمالية اللي صارت بالبلد اخر كم سنة. بدأت معي القصة بال 2012 وقت صدر مرسوم تصحيح الاجور عن الدولة اللبنانية، ورفضت سبينس انه تطبق المرسوم. بعد الرفض وقع اكثر من 100 عامل عريضة تطلب من الإدارة الالتزام بالمرسوم وزيادة الأجور. رفضت الإدارة كمان مرة وقررت تنتقم من اللي قدموا العريضة. وبعد أسابيع قرر العمال يأسسوا نقابة ليستردوا حقوقهم، وبلشت الإدارة تضغط وتهدد وتطرد كل مين له علاقة بالموضوع. لأنه كان الترهيب والترغيب بشكل منه طبيعي إلى حدود العمال ما كان عندهم الجرأة، لأنه شافوا الناس قدامهم على ضحايا بالعشرات عم يصرفوا بدون لا حصيب ولا رقيب. وزارة العمل كان دورها سلبي، وكل أجهزة الرقابة بالدولة كان دورها سلبي. ما في غير الضمان الاجتماعي عمل شغل جبار وغرم سبينس مع ملكها القديم مليونين و300 ألف دولار. ثلاث عمال قرروا أنه يلجأوا للقضاء وقدموا دعوة جزائية ضد شركة جراي ماكنزي ريتيل اللي كانت بوقتها بتملك حقوق إدارة سبينس، وضد مايكل رايت اللي كان بوقتها مدير سبينس بتهمة منعهم من ممارسة حريتهم النقابية. بعد 6 سنين حكمت القاضي رولا سفير لصالح العمال الثلاثة، وأكدت أنه الإدارة ضغطت عليهم لمنعهم من تأسيس نقابة. الرئيسة رولا سفير أصدرت حكم بحق سبينس على مستويين، على مستوى الشركة وعلى مستوى سي اي او. غرمتهم ب40 مليون ليرة لكل شخص من الثلاثة، سمير طوق اللي أبي حنا وميلاد بركات، وبشهر سجن إذا تمنعوا عن الدفع. هيدا القرار كان انتصار للحركة العمالية بالبلد رغم طرد العمال الثلاثة ورغم الفترة الزمنية الطويلة. من وقتها لليوم تغيرت إدارة سبينس بس بقيت الدعوة. إدارة الجديدة كان فيها تدفع التعويضات وتنسحب من الدعوة، بس لا، بعد سبينس حاطة راسها براس العمال اللي تجرأوا عليها وتمسكوا بأبسط حقوقهم. بال 2018 استأنفت سبينس القرار، والثلاثة الجاي 14 أيار رح تنعقد جلسة المرافعة وتنزاد جولة على معركة نقابية صار عمرها 12 سنة. أنا لا افترت ولا زهقت ولا تراجعت وما رح اتراجع ولا رح ازهق ولا رح اعمل. ما بفل من هالدنيا إلا تتوصل الأمور الخواتيمة.